اسمها الفشخرة، معناها معروف انك ما تمشيش على قدك يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه ما عندكش، لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر، الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوع تاني. اهم حاجة ضروري نغيرها في نفسنا مسألة الفشخرة. بلد مديونة وبتستورد تلتين اكلها وفيها عربيات مرسيدس اكتر من اللي في برلين. بلد مديونة وبتستورد الضروريات والناس لسه بتخلف 7 و8 علشان يبقوا عزوة وكتير. بلد فيها مشاكل اسعار بتزيد كل يوم، ورغم كده الحركة على الشراء شغالة. الناس كلها بتشتكي من قلة الفلوس، ورغم كده اي شاب صغير يجي يتجوز يتجوز في فندق ويزفوه ويكعله 3000 جنيه لما يكون غلبان خالص وحيدفع اقل سعر. تسأل انت ايه ده؟ يقول لك يا اخي عايزين نفرح. هو الفرح ما يجيش الا بالفرح. اللي سمعته دلوقتي برنامج الفنان الراحل فؤاد المهندس على الإذاعة اسمه كلمتين وبس، بدأوا في سنة 1968 وعالج في هذا البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين اللي كان موجود في مصر ساعتها. طبعا زي ما سمعته ده الكلام اللي كان موجود من زمان، يمكن من 40 سنة أو أكتر، وفؤاد المهندس بيتكلم عن مشاكل مصر كأنه عايشها دلوقتي، كأنه عايش على فكرة الغلاء و غلاء الأسعار والاقتصاد المنهار والمديونات اللي لا حصر لها. فيبدو أن الموضوع من زمان قوي ولحد النهاردة ولغاية دلوقتي إحنا لاجئين للفشخرة، أكبر مصنع، أكبر جامع، أكبر مش عارف ترعة، كل حاجة الحمد لله عملناها بحيث أن إحنا أكبر ساري. المهم أن إحنا نتفشخر في سبيل أن إحنا أو في مقابل أن إحنا للأسف المواطن المصري عندنا مطحون، وزي ما الدولة بتعمل زي ما للأسف بعض المواطنين بيعملوا. مشكلة موجودة من زمان ولحد دلوقتي ما فيش أي واحد من رؤساء مصر اللي عدوا عليها لغاية النهاردة حاول يحلها. وهل في ممكن حد يسمع الكلام ده ويحاول يحل؟ أتمنى ده، ولكن أعتقد أنه مش هيحصل في الوقت الحالي. دي كانت آخر فقراتنا، حبينا نفكركم بترند زمان، وللأسف اكتشفنا أن ترند زمان هو ترند دلوقتي.